مرحبا بك المهدي، مرحبا لبنى، مرحبا بكل المستمعين ديالنا الكرام. كما قلت يا المهدي، فالحادث الانتصار اللي كان مهم واللي رفع منسوب المعنويات لدى اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي، علما بان الانتصار كما قلت فخلى الطموح ديالو يكبر في المنافسه، وخلى ايضا حتى ديك المرحله ديال الشك بالنسبه للجماهير ديال الفريق الاحمر. وللمده الطويله الوداد ما استطاعش ينتصر على فريق النادي القنيطري. بالنسبه للاخبار ديال الوداد كما قلت المهدي، فبالامس عبد الرحيم الطالب عطى النهار ديال الراحه بالنسبه للاعبين ديال الفريق. اليوم غادي يستأنفوا التدريب مع الخمسه ونص، وكنا عندهم حصه تدريبيه بمركب كهرماء، لان مركب بجلون مازال عنده اصلاحات على مستوى يعني الجنابات، بعض المرافق وايضا ارضيه ديال الملعب. غدا ان شاء الله فالوداد غيكون مدعو في الربعة ونص، عنده مباراة ودية مع نادي الترسانة الليبي. هذا فريق اللي يحضر بالمغرب للبطولة الليبية، واللي سبق له واجه فريق النادي المكناسي. في الاخبار اخرى اللي متعلقة دائما بفريق الوداد، فبالتراضي الفريق كينفصل وديا على جمال العليوي. في المقابل مازال البحث يعني والبحث عن توافق مع خالد سقط لفك الارتباط ديالو بفريق الوداد. يونس حواصي لحد الان مازال ما لصحش بالفريق، هو فسخ الارتباط ديالو بنادي الوكرة القطري، لكن حاليا اللاعب مازال لحد الان ما لصحش، ولكن اخبار كتقول بانه في الايام القليله المقبله غينضم الفريق الوداد البيضاوي. محمد بن رباح في اخر لحظه كيتم المنادات عليه للمنتخب الوطني المغربي. زهيد والولجي فكيدربوا حاليا مع الفريق، زهيد فكان حاضر مع فريق الوداد البيضاوي بالنسبه لفريق الامل اللي انتصر على الكاك في وقت سابق، الى جانب كل من يوسف رابح يعني، وهذا زين الدين خالد زين الدين اللاعب ديال الرشاد البرنوصي كانوا حاضرين مع الامل. كما قلت الوداد فالحسنيه المباراه ديال البطوله اللي غيدخل فيها في مركب محمد الخامس يعني غيتم يعني الوقت لاحق، على اعتبار بانه غيكون مدعو لمواجهه الطاس. وهنا الطاس المهدي معلومه، الطاس والاتحاد البيضاوي جوج ديال المرات يزيح فريق الوداد من المنافسات ديال كاس العرش. تحيه لجماهير حي المحمدي بطبيعه الحال، للجماهير ديال فريق الاتحاد البيضاوي، الاتحاد البيضاوي التاريخ ديالو الكبير، فغيكون خصم قوي لفريق الوداد. اخبار ايضا تتحدث المهدي بان الوداد حاليا وعبد الرحيم طالب في بحث على صانع العاب داخل الفريق، ماشي مشكل يكون داخل او خارج ارض الوطن، المهم هو البحث على صانع العاب. بالنسبه للمباراه ديال الترسانه الليبي اللي اذكر غدا مع الخمسه او غدا مع الربعه ونص، فغيتم من خلالها منح الفرصه للاعبين اللي ما لعبوش الماتش ديال النادي القنيطري، وايضا الاسماء اللي كانت غايبه وما كانتش مدعوه في اللائحه ديال الفريق. غير بسرعه باش نختم معك هذا الاخبار ديال فريق الوداد، اذكر بالرابح وفتح مع المنتخب الوطني كيغيبوا على التدريب. هو انضم للمنتخب الاولمبي. فابريس اوماليك هذا اللاعب الجابوني فالتحقوا بالمنتخب ديال البلاد ديالهم. يعني هذه كلها غيابات غتكون في فريق الوداد البيضاوي. كما قلت الوداد بانتصار ديالو بثلاثيه على النادي القنيطري، اذكر الخبر هو من 2008 الوداد لم ينتصر يعني على فريق النادي القنيطري، وبالتالي فكان انتصار معنوي للفريق الوداد البيضاوي. اذكر يوم غد في الساعة الرابعة والنصف ملعب مولاي رشيد الوداد في مباراة ودية في مواجهة فريق الترسانة الليبية. شكرا لك محمد القرضاوي.